سنة هيعدي على يد العثمانيين الأتراك. حصل لماذا؟ سنة الحرب العالمية الأولى سنة 1915، كانت 100 سنة بالظبط على بيت الأرنب. ده الذكرى هنحتفل فيها النهاردة وبكرة. العالم كله تقريبا تلات ارباع العالم كله اعترف بإبادة الأرمن، أما تركيا طبعا لغاية النهاردة مش عايزة تعترف ولا تقول أنا فعلا عملت مذبحة وإبادة الأرمن. النهاردة هننقل على الهواء الساعة 3 بالظبط على الشاشة الكبيرة اللي موجودة جوه قدام الهيكل، من الكنيسة الأم إتشمياتين من يريفان عاصمة أرمينيا. هننقل على الهواء من الساعة 3 لغاية الساعة 5:15، 5:15 بالظبط جميع كنائس الأرمن في العالم كله إلا تركيا طبعا هيضربوا 100 مرة الجرس الكبير بتاعتهم 100 مرة. Pero vamos a ver.